السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا للناس المغتربه اللي زيي، اللي نفسهم في دونر كباب اللي هو الشاورما التركي ومش لاقيينها، وفي نفس الوقت فرصه عظيمه عشان خاطر نعين حاجه في الفريزر لوقت زنقه مش قادره تطبخي في ضيوف، فورا تطلعيها وتعمليها. هنشوف دلوقتي مع بعض. دول حوالي كيلو ونص لحمه بقري مفرومه نص دسه، وهنضيف عليها حوالي كوبايه زبادي، وعليها حوالي نص كوبايه ميه. والتوابل اللي هنستخدمها هو زعتر اللي هو الاوريجانو، الاتراك اصلا بيستخدموا الزعتر في وصفات كتير. وهنحط فلفل شطه اللي هو اللي بيسموه البول بيبر، لو مش عايزينه طبعا ما تحطوش، وبابريكا عشان اللون يبقى احمر كده ولطيف، والملح، ملح الهيمالايا ما بيملحش عشان كده بضيف كتير وكميه كبيره فما تقلقوش، وفلفل اسود، ونعجن. طبعا لو مفيش عجان موجود ممكن نعجن بالايد عادي، مفيش مشكله زي ما عملنا في السجق. عجينة في بعض، الخلاط دلوقتي بيعجنهم في بعض. طبعا احنا مش شايفين الحاجات اللي ماما حطتها. ليه مش شايفينها؟ كده عشان دخلت جوه اللحمه؟ دخل جوه اللحمه الحاجات بس كده. نرجع نشغلها تاني. ايوه عشان لسه ما تنسجوش مع بعض. تنسجوش ايه؟ ما انسجموش مع بعض. انا هضيف بهارات مشكله اللي هي السبع بهارات. ماشي. انت بتعمل ايه؟ بشيل اللحمه من البتاع من الحامل. طبعا الدونر ليه اشكال كتيره مختلفه، انا يمكن عملت طريقه مختلفه عن ديت قبل كده، ممكن احط لكم الرابط بتاعها اسفل صندوق الوصف. والحقيقه ان الطريقه الثانيه حلوه، بس مشكلتها معايا ان هي ممكن بتاخد بعض الوقت مقارنه بدي ديت. انا بجيب مثلا كميه اللحمه بتاعه الشهر واقوم شايله منها ايه جزء للدونر، واقوم حاطاه في الفريزر جاهز في اي وقت اتزنقت ما عملتش اكل اي حاجه بقوم مطلعه جاهزه. انما التاني لازم اكون منسقه قبل منها، اطلع اللحمه من الفريزر واسيبها تفك يوم او تفك شويه عشان اعرف اقطعها شرايح، وبعد كده بقيتها في التتبيله يوم كامل وهكذا. فدي بتاخد وقت بس اجمل بصراحه، واي حاجه بتاخد وقت اكتر تبقى حلاوتها بتزيد اكتر. بقول حكم يا اخواتي حكم. كده احنا خلصنا العجن بتاعنا والاسترتش بتاعنا اللي هنحط عليه الفويل، اللي هنحط عليه الفويل، اللي هنحط عليه الدونر. هنشيل نص الكميه. فين الملعقه يا صلحي؟ كانت هنا. اهي. طبعا فيكم تعملوها ربع كيلو، فيكم تعملوها نص كيلو، بتعملوها 3 كيلو اللي يريح كل واحد حسب استهلاكه اليومي وكده. اوف. فلحوسة. من أول وجديد. نعم لعله خير، عادي بتحصل في أحسن العائلات. بس بتاعتي كفتة. تحملي كفتة انتي تانية. اسمه سجوك يا صالح مش اسمه كفتة. كفتة انت تعملي ايه باللحمه دي؟ ده هعمل بيها اسمه ايه ده؟ ايه؟ دونر. دونر؟ دونر دونر. الف كباب. كباب. لازم نكبسها كويس عشان خاطر دي هنحطها في الفريزر، فلما تحط في الفريزر تعمل ايه؟
تكمل. تبقى كتلة واحدة، ما تبقاش يبقى عليها تلج كده، شوية تلج عليها. تمام. ودي هتعملها نفس الكلام. بعد احنا برضه كده، ها ممكن اعمل كده. بس انا خلاص كده عملتها يا صلوحي، بس انا عايزه اعمل امسك. لا انا عايزه. شكرا. شكرا حبيبي. ها بس كده شكلها عايزة انا العب فيها. لا لا لا، دي مش للعب حضرتك. ليه؟ والله مش للعب، ليه؟ عشان مش تبوظ وتتقطع تاني. بس كده خلاص كفاية، انا مش هقفلها كده عشان هي مفيش مكان. اروح بقى نحطها. لا دي نحطها فين؟ هنا. اوب، لحد ما نعمل الايه، الجزء التاني. طبعا لو حد عنده طريقة برضو سهلة وسريعة للدونر التركي يعني ممكن يشاركنا تحت في التعليقات. هي عموما دي الطريقة اللي انا لقيتها سهلة، وفي نفس الوقت معظم الاتراك المغتربين بيعملوها. وفي طبعا ان انت ممكن تجيب قطعة لحم انتر كوت وتحط لها الخلطة اللي هي الزبادي برضو والتوابل اللي انت عايزها، وتظبطهم كده في بعض، وبعد كده تحطهم يعني تعجنهم في بعض كده كويس يعني، وبعد كده برضو تحطهم في رول وتحطهم في الفريزر يجمدوا. لازم يجمدوا. ليه لازم يجمدوا؟ عشان بالمنظر ده والطراوة دي استحالة تعرف تقطعهم شرائح، فبنحطهم يجمدوا عشان خاطر عشان خاطر ايه يا صالح؟ عشان نعرف نقطعهم. لا ما احنا بنطلعها قبل العمايل بشويه تكون ايه، فكت شو زنطوطه. طبعا اي حد راح تركيا لازم افضل اتكلم عن الموضوع ده اكيد، يعني مشي في الشارع ولقى ريحه الكباب التركي عماله تشد من مناخيره عشان يروح ياكل حتى لو مش جعان. الريحه فعلا بتبقى حلوه، خصوصا لو مشوي على الحطب، مش على اللي هو الشوايات الجاهزه ديت وخلاص. كان في مصر محل كده تركي اسمه السلطان ايوب بيعمل شاورما رهيبه، افتكرته دلوقتي والله. مش عارفه بقى هو لسه شغال ولا لا، كان في شارع جامعه الدول. اما بنعمل الروله دي كده بنكبس الحاجه مع بعضها يعني، بصوا الحاجات بتخش تاني. بس ممكن اعمل لها اشكها برضو ولا هتبقى مشكلة؟ خلينا نجرب. هوب هوب هوب. الرول ده بيفكرني برول اللانشون عندنا في مصر. كان بيبقى لونه كده وشكله كده، بس طبعا القوام والطعم مختلف. والله نفسي جدا في لانشون بتاع مصر ده، بس لولا ايه، لولا ان الواحد عارف ان المكونات بتاعته غير مضمونة يعني، كانش قرب له تاني. يلا الحمد لله. خلاص صالح انت استأذنتني يا صالح الاول، انا طلبت منك. لا ما قلتليش ينفع يا صلوحي. انا هسيبها حوالي ساعة برة التلاجة يشربوا من بعض كده التتبيلة، وبعد كده هقوم احطها في الفريزر دايركت مباشرة. وقت لما اعوز اعمل هبقى اطلع واصور لكم برضو النتيجة بعد ما اقطعها. ده بعد كذا يوم، انا ما عدتش بصراحه الايام، وحان الوقت ان احنا نعمل النهارده دونر، عشان ما كنتش عامله حسابي في الاكل ومستعجله، فالمنقذ هو الدونر. يلا نبتدي. انا همسكه بفوطه بس. صالح صالح واحمد، انا هقطع بالسكينه هنا، ما ينفعش نحط ايدينا هنا ابدا او في اي منطقه من المنطقه ديت. ماشي، اخرنا هنا اهو. اوكي اوكي اوكي. اوي بسم الله. انا ممكن اقطع اصلا ولا اقول لك مناش اقطعها. لازم طبعا يكون مجمد، لان احنا لو عملناه سيبناه فترة وفك تماما هيتهري، مش هتعرفوا تقطعوا اصلا.
وضروري ضروري سكينة تكون حامية عشان ما تطلعش عينيكو. ماسكة فوطة عشان ساقع قوي يا سولي. احنا نمسك كده تمام. صالح انا عملت السجق من وراكو على فكرة. اللي احنا عملناه الصغير ده اللي قعدنا نلعب بيه بالارقام والحروف عملته من وراكو. عملت كلها؟ لا عملت واحدة بس وسبت الباقي، بس كان حلو قوي يا صالح. كنت عايزة تاكل تاني؟ اه بس مرضتش اكل بقى غير اما انتوا تيجوا. واحنا في الحضانة؟ اه وانتوا كنتوا في الحضانة. كنت عايزة اجربه الاول عشان اطمن بس ان طعمه حلو. كان شطة؟ لا وانت حطيت كتير؟ لا ما حطيتش شطة كتير والله يا صالح، انت بيتهيالك بس ان انا حطيت كتير. طيب احنا كده قطعت كمية ان انا احطها دلوقتي في الطاسة، فعشان خاطر ما اسيبهاش كلها وتفك، فهنحط الطاسة على النار ونعمل شوية ونشتغل شوية. صالح ممكن تلوني الطاسة دي؟ احط شوية زيت زيتون او سمنة ايا كان، المهم ان يكون دسم، واتأكد ان هي سخنة تماما. دخن. والله الريحة بقت حلوة على طول من أول ما حطيتها. حلوة. أنا هنا صحيح بالمناسبة بعمل جنب منها شوية رز أبيض للأولاد، رز بسمتي مسلوق، وأنا هاكلها من غير رز طبعا. طبعا هو البتاع مش محتاج ياخد وقت طويل اصلا. وبصراحه معلقه السمنه اللي حطيتها ديت فرقت كتير في الريحه وفي السوا. حبايب حبايب يا اولاد، اللي خلص هقوم مطلعاه في طاسه تانية ومجمعهم كلهم مره واحده، وبعد كده اسخنهم عشان يبقوا طعمهم ايه لذيذ كده وجميل. مش براسي يا ذكائي يا ذكائي. هذا كمان هذا كمان. ثاني ادوق. طيب يا صالح انا عايز ادوق. ثواني يا صالح انا عايز اكل. انا هدوق دي يا صالح، ثواني انا هحطها هنا اهو عشان تبقى سخنه. بسم الله. لا خلينا نحطها هنا اهو. بسم الله. حلو. سحب الميكروفون ويقولك حلو. طب والله يا حلو. عايز تتكلم؟ اه. عايز تقول ايه؟ اكل. عايز تاكل؟ اه. طب ما تقولي مش لازم تقولها في الميكروفون يا جماعة. البتاع حلو على فكرة، بس لو كان يزيد شوية توابل كان هيبقى جميل. بس انا مشكلتي ان انا ثواني حاضرة تزيك. بقالي فترة بخاف ازود التوابل عشان خاطر الحاجة ما تبصي. بس يا جماعة التوابل فعلا بتدي طعم مختلف، فانا اروح اكمل الكمية وبعد كده ايه ارجع لكم. يا جماعة افتكر ان احنا عملنا واحدة تانية، لكن لو عايزين تشوفوا واحدة التانية ممكن تعملوا، وكمان لو عايزين تدوقوا ممكن تعملوا. يعملوها فين؟ يعملوها عند صحهم يعملوها يا صالح؟ لو هم عايزين. لا طب انت ديمقراطي. طب ما هم افرض مش عايزين الوصفة دي، انت تقول لهم ايه على الوصفة دي عشان تخليهم تشجعهم ان هم يعملوها؟ تقول لهم ايه؟ هي حلوة لو عايزين تدوقوا ممكن. يعني تعزمهم؟ يعني تعزمهم يجوا ياكلوا هنا؟ ايوة. تعتقد هتعجبهم؟ مش عارف. انت عجبتك؟
يعني ممكن تديها لصاحبك كيوجن؟ ايوه يعني هتبقى مبسوط لو اديتها له؟ عادي، وممكن ناكل معاه. وممكن ناكل معاه؟ يا جماعه صالح بيوصيكم ان انتوا تجربوا الوصفه عشان الوصفه عجبته. كده احمد هيوصيكم كمان لو سمحتوا، معلش بس اسمعوا التوصيات دي ضروريه. طبعا الدونر. اسمه ايه حلو وفظيع جدا؟ دونر. انت قلت لبابا ايه؟ حلو فظيع. اخد حته لحمه وراح عشان خاطر يدوقها لابوه. اخد حته اللحمه ونزل جري يجري عشان خاطر هيدوق ابوه، راح واكل تلات ارباعها في بقه. اعطي نور. ماما حط بابا. حط يا حبيبي. ما تحطش ده، ماشي كده. ثانية يا صالح، ما ينفعش ان انت تمسك لحمة مش مستوية ولحمة مستوية في نفس الوقت، ماشي؟ يعني انت دلوقتي مسكت لحمة مش مستوية، ما ينفعش بقى تحط ايدك على اللحمة المستوية، تمام؟ لازم تغسلها الاول كويس عشان اللحمة اللي مش مستوية دي فيها بكتيريا. لو عايزين تاكلوا لازم تغسلوا ايديك، اوكي؟ عشان فيها بكتيريا. طبعا انا بعمل هنا واقوم شوية وراجع تاني اعمل ايه، اقطع شوية وبعد كده ارجع تاني اعمل هنا. انا اكتشفت ان البتاع ما كانش بيصور، انا في بوله حطيت رصيت الشاورما كده على الاطراف، وبعد كده حطيت في النص الرز وعليها شاورما، وقمت قلبها في الطبق ده وجم منها كوبايه كفير او عيران. هدي بس العمر ياكل وبعد كده ارجع لكم. طبعا الاكل اتنسف، يعني انا يا دوب بس حكتي على النار في الاخر اهو، يا رب الحقها، لان هو فعلا زي ما قلت لكم كانوا جعانين ومفيش اكل جاهز، فخلصت بسرعه وما كانش في وقت ان انا اصور الشكل النهائي. فعموما ملحوقه طبعا. الاكل ممكن تقدموه مع رز، ممكن تاكلوه حادي حاف جنب منه سلطه، وممكن تاكلوه سندوتشات. انا بس عايزه اقول نقطه على الكفير عشان عارفه ان الناس هتسالني عليه. الكفير ده حاجه شبه اللبن الرايب، يعني ما كانش لبن رايب، بيتعمل بخميره معينه بتشتريها من حد يعني بيكون عامل كفير قبل كده، وتقدر تستخدم الخميره ديت بعد كده وبتتكاثر ايه اصلا، يعني ممكن تاخدي معلقه وبعد فتره تلاقيها بقت معلقتين وبقت ثلاث معالق. الخميره بتاعته هحط لكم صورتها اهي، بتبقى عامله زي حبات القرنبيط الزهر يعني لما بتفرفطيها. ومميزته ان هو مليان بالبروبيوتكس، البروبيوتكس دي اللي هي البكتيريا النافعه في الامعاء، زيادتها بتخلي الواحد بيحب ياكل اكل صحي وبتحافظ على نضاره البشره وحاجات كتيره جدا جدا. قله البروبيوتكس ديت بتخلي الواحد عايز يهجم على الاكل المسكر والتيك اواي والحاجات الغير مفيده، وفي نفس الوقت بتعمل حبوب في البشره وعسر هضم الغازات القولون الحاجات دي كلها بسبب ارتفاع البكتيريا الضاره في المعده. ممكن ابقى اعمل عنها حلقه منفصله وعن طريقه عمايلها وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، الفيديو كان افادكم، ما كناش عملنا لكم ازعاج. القاكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. كنت معاكم اسماء الشريف، السلام عليكم.